فقرة كرسي الاعتراف. شلونك؟ حبيبي حبيت الحلقة لا؟ صدق؟ تمام. طيب هذه الفقرة يعني اختيارية يعني مجبرية. تريد ما تختارها طبيعي ما نسألك أي سؤال وننهي الحلقة. لو تختارها عادي يلا كمل. بس أسئلة تخوف. اتس اوكي. مسموح لي؟ ايه تمام. زين شد عيونك. يلا. تمام. فايت بقوة اليوم قريبة. زين همين قناع اسود وهمين هسه كل شيء ما يبين من ريبر. تمام. للتنويه كثير من الناس قالوا انه هذه الفقره شنو سببها انه شد عيون الضيف وتحكي وياه اسئله يعني بالتالي هو يسمع. فانوع عن هذا الموضوع انه هذه الفقره اني مخليها لانه هي باعتبار تحقيق اليوم من شخص يجيبوه بمكان يحققون وياه اكيد راح يشدون عيونه فطبيعي هذا الامر. زين هواي من الناس انتقدوا هذه الفقره لكن اني ما حبيت انوع عليها امانه بس هسه راح انوع عليها انه هو تحت تحقيق. تمام. فاكيد الانسان من يجيبوه يحققون وياه يشدون عيونه. ريبر السؤال الاول يقال ان ريبر لا يستلم اعلانات لانه متمكن ماديا صح ام خطا؟ خطأ وألف خطأ. لا عاد توني جديد بعد الشركات ما تعرفني وحتى بعض الإعلانات تجيني إعلانات يعني تجيني بسعر حلو لكن أشوف أنه ما أضيفها للفيديو لأن أهتم بالمحتوى أكثر. أها أنت تستلم إعلانات؟ آخر مرة استلمت إعلان قبل شهر. إعلان غالي أو مو غالي؟ والله نوعا ما غالي بالنسبة لي. يعني كشخص ما يستلم إعلانات وهاي. تمام. يقال أن هناك مافيا من خارج العراق دعت ريبر للانضمام إليهم صح أم خطأ؟ من جاي تجيب المعلومات؟ ما عليك قلت لك العصفور المعتي. مو بهاي الصيغة. لا هو ما تقدر تقول مو مافيا لكن أكو فرقة فرقة غني راب أجنبية تمام أمريكيين يعني ما يعتبرون نذكر مافيا؟ ما نقدر ما نريد نذكر اسمهم لكن ما يعتبرون مافيا لكن اللي يعرف باغاني الراب الاجانب يعني غنى راب مثلا يقول لك اثناء الاغنيه يقول لك قتلت وما اعرف شنو هو من صدق ترى مسوي هاي الامور لان هو اصلا من صدق يقتل وهاي عرف شلون يعني هم اصلا عصابه مو مافيا عصابه اوف اكو هيك موضوع فهم هاي الفرقه يلبسون اقنع اللي شايف هالقناع اللي مبين بس عيونه وحلقه نعم فياب كاركتر بس اطلع وياهم بالتصوير ورفضت لان شفت عندهم في فيديو سامبيل الاسلام وهيك امور اها ياب ورفضت تمام. يقال انه هناك علاقه بينك وبين رؤية قاسم صح ام خطا؟ علاقه شنو؟ يعني جمهور كتب هيك ياب عندي علاقه صداقه وياها. شوف السالفه بدات انه انا نشرت ستوري احكي بيها على موضوع القناه وهاي الامور فلما دخلت مليون فشفتها رسلت علقت على الستوري او ردت على الستوري وكتبت الكلام كلش حلو ومحفز لي فصارت بيناتنا صداقه وهاي الامور طبعا البنيه كلش حبابه وخلوقه وبس صارت وتدري ليش الناس يعني قالوا شنو سالفه ريبر ليش قاعد يحكي ويا رؤيا قاسم لان يدرون اني مبتعد كل البعد عن البنات وحتى الناس اللي مسوي لهم فولو بالانستغرام هم ثلاثه وثلاثه هم ولد فهي كانت مسويت لي فولو وانا رجعت سويت لها فولو مره ثانيه فقالوا ليش ريبر متابع بنيه وهي الوحيده فمسوي هالشيء بدات الناس تاول وتحكي تمام. تحيه للرؤيه واكيد ان شاء الله مستقبلا تكون احد ضيوفي. هذه كان اخر سؤال بالحلقه خلي افتح عيونك على من سؤالف تمام طلعنا من جو التحقيق. سؤال الظلمه حلوه كنت بيها؟ لا مو حلوه؟ وانت غامض تحب الاشياء الغامضه؟ لا الغموض اكيد هم هي مو حلوه بس ما تخوف. ها ما تخوف؟ تمام. هذه كان اخر فقره واخر سؤال كلمه لك وللبرنامج وللمتابعين. طبعا كلمه للمتابعين محضر لهم في فيديوهات خرافيه جايه بالاثنين مليون وان شاء الله اكون قد حسن ظنهم كافضل يوتيوبر عدماني.